مساء الخير يا شباب، النهاردة السكشن بتاعنا هيبقى على شيت 4 اللي هو على الـ Continuous Probability Distribution. خليني في الأول أصمم إحنا بنعمل إيه في الـ Continuous Probability Distribution وفي النورمال، عشان أنا عرفت إن في بعضكم بتواجهوا مشاكل. طيب إيه أولا إحنا إيه الـ Continuous Distributions اللي هنكفر this semester؟ إحنا عندنا 2 Distributions اللي هما إيه؟ الـ Uniform والنورمال ديستريبيوشن. اليونيفورم سهل وبسيط وانتوا اتعرفتوا عليه مع الدكتور في اخر محاضره. طيب النورمال ديستريبيوشن بقى هو ايه؟ النورمال ديستريبيوشن انتوا اتكلمنا عنه الترم اللي فات. انا عندي فاريبل اكس بيعتمد على ميو اللي هي المين بتاعه وسيجما سكوير اللي هي الفاريانس، وليه شكل البيل شيب. تمام. طيب انا بعمل ايه بقى عشان نبقى عارفين احنا بنمشي ازاي وهنمشي ازاي في طريقه حلنا طول السكشن النهارده؟ انا عندي فاريبل اكس ده هو نورمال وبيل شيبد وبيعتمد على ميو وسيجما سكوير وكله تمام، بس صعب حساب البروبابيلتي بتاعته. طب نعمل ايه؟ بنيجي نحوله لحاجه اسمه ستاندر نورمال اللي هي الزد. ايه الستاندر نورمال ده اللي هو الزد ده؟ ايه هو؟ نورمال عادي بس المين بتاعه بزيرو، الميو بزيرو وسيجما سكوير ب1. طيب وده هيبقى اسهل في ايه في طريقه حسابه؟ ده ليه تيبلز مع مخصوصه اللي هو التيبل ده، اي فاليو انا عايزاه اجيب البروبابيلتي بتاعتها موجود قيمه البروبابيلتي في الجدول ده، فانا بسهوله جدا اقدر اجيب البروبابيلتي من التيبل ده. طيب في الاول خلينا نشوف الزد دي عباره عن ايه. الزد هي عباره عن الاكس ماينس الميو اوفر سيجما. تمام. فانا عشان اجيب probability ان الاكس اكبر من اي حاجه اصغر من اي حاجه whatever، لازم الاول احولها لزد. ازاي؟ بان انا اطرح الفاليو بتاعه الاكس من الميو على السيجما. تمام. طيب هيبقى عندي شكل ان هي probability الزد اكبر من او اصغر من اي فاليو. طيب خلينا نشوف جدول الستاندر نورمال الزد ده عباره عن ايه عشان نبقى فاهمين احنا بنتعامل معاه ازاي. انا عندي الجدول بيديني من الزيرو للفاليو، يعني مثلا لو انا عايزه probability ان الزد تبقى من زيرو لتو، فهو هيديني من الزيرو لغايه التو. الشيدد اريا دي هي دي اللي هيديني probability بتاعتها. تمام. طب انا عايزه probability ان هي تبقى من زيرو لتو، فهاجي ادور على الفاليو بتاعت التو. الكولوم ده والرو ده دي قيمة الزد اللي أنا بدور عليها اللي هي التو. طب اللي جوه التيبل ده هو إيه؟ دي probabilities. تمام. يعني أنا لو عايزة مثلا probability إن هي تبقى ما بين الزيرو والتو، فهاجي هنا عند التو. فين التو؟ أهي. تمام. طيب هاجي عند أنهي كولوم من دول؟ هنا دي معناها 2 بس، دي 2.01 2.02، يعني مجموع الرو والكولم ده، الكولم ده والرو ده مجموعهم بتساوي قيمة الزد. فانا عايزة 2 بس، فانا هتبقى 2 عندي اهي. طب لو مثلا عايزة 2.15 يعني 2.1 من هنا زائد 0.05، فهاجي عند الرو الكولم ده سوري مع الانترسكشن بتاع 2.1، فتبقى الفاليوز دي الطريقه اللي انا بدور بيها جوه الجدول. تمام. طيب خلينا نشوف شويه اشكال هتواجهنا عشان ابقى فاهمه ازاي انا بحسب البروبابيلتي. طيب انا اول حاجه احنا اتفقنا عليها لما بيقول لي عايز probability ان هي اكس اكبر من او اصغر من اي حاجه، انا اول حاجه بعملها ان انا بحولها الاول لزد. دي اول حاجه انا خلصت منها. تاني حاجه ابتدي ارسم البيل شيب بتاعي واشوف الاريا اللي هو عايز يحسبها دي شكلها عامل ازاي. يعني ايه؟ يعني انا هنا عايز probability ان هي تبقى من 0 ل 1، ببتدي ارسم البيل شيب بتاعي واحط الزيرو هو المين بتاعي واحط الفاليو اللي انا عايزاها اللي هي دلوقتي 1 اهو، فهتبقى دي الشيدد اريا. طيب دي هقدر اجيبها ازاي؟ دي دايركت I can get it from the table. ان التيبل بيديني ايه؟ بيديني من الزيرو للفاليو اهو، ده الشكل اللي بيديهوني، دي البروبابيلتي اللي بيديهاني التيبل، واهي دي موجوده عندي
من الشكل اللي انا طلعتها. فكان I can get it directly from the table. تمام. طيب لو انا بقى عايزاها من negative 1 للزيرو يعني العكس برضو هحط النيجاتيف 1 هنا عادي جدا واقول من نيجاتيف 1 لزيرو. طيب انا التيبل بتاعي بيديني بوزيتيف فاليوز بس يعني من الزيرو لرقم بوزيتيف هعمل ايه؟ انا النورمال عندي ليه بروبرتي ان هو سيمتريك اراوند الزيرو سيمتريك بروبرتي يعني ايه؟ يعني من زيرو لل1 هي نفسها من النيجاتيف 1 للزيرو ده نفسها هي المنطقة دي. فأنا بمنتهى السهولة أقول أروح أجيب من 0 ل 1 وأقول إن قيمة probability دي هي من negative 1 ل 0. طيب probability التانية عايز إنه من 1 ل 2 برضو هروح أرسم أحط ال 1 بتاعي وال 2 فهي ال shaded area دي اللي لونها أزرق. تمام. طيب احنا متفقين ان التيبل بيديني من الزيرو لل1 او من الزيرو لل2. طب انا هجيب الاريا دي ازاي؟ مش انا لو جبت من الزيرو لل2 اللي هي الاريا الكبيره دي وجيت شلت منها الاريا الصغنطوطه اللي هي البيضه دي هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي الشيدد اريا اللي انا اصلا عايزاها اللي هي من 1 ل2. فاروح اجيب من التيبل من زيرو ل1 من زيرو ل2 سوري واروح طرحه منها من 0 ل 1 هيتبقى لي الجزء الشيدد اللي هو من 1 ل 2. طب لو العكس من نيجاتيف 2 دي المفروض نيجاتيف 1 سوري يعني اهو زي بالشكل ده هجيبها ازاي؟ برضو بخاصيه البروبرتي السيمتري بروبرتي اوف سيمتري سوري كانها من 1 ل 2 واجيبها زي ما اشتغلناها فوق عادي جدا كان النيجاتيف مش موجود. طيب لو عايز ان الزد اقل من 2 اقل من 2 يعني ايه؟ يعني مش من 0 ل 2 اقل من 2 يعني مش من 0 ل 2 انا الزد عندي بياخد من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي فاقل من 2 كل المنطقه الشيدد دي. طيب برضو احنا متفقين ان انا كل اللي اقدر اجيبه من 0 ل 2. طيب الحته دي بقى هعمل فيها ايه؟ انا النورمال كيرف عندي احنا قلنا ان هو سيمتريك اراوند الزيرو يعني من نيجاتيف انفينيتي لزيرو نفس البروبابيليتي بتاعت من زيرو لانفينيتي. طيب احنا عارفين انه اي كيرف اي probability كيرف الاريا اللي تحتيه 1 فده معناه ان من نيجاتيف انفينيتي لزيرو البروبابيليتي بنص ومن زيرو لانفينيتي بنص. ليه؟ ان انا عارفة ان التو ارياز دول قد بعض وفي الاخر كل اللي تحت الكيرف ده بوان يعني ده معني ان الجزء ده اللي هو عليه قوس ازرق ده اللي هو من زيرو انفينيتي ده بنص. تمام. طيب والنص التاني اللي انا عايز اجيبه ده اللي هو من زيرو لتو دي directly I can get it from the table فهيبقى ساعتها probability نص زائد probability ان انا هروح اجيبها من التيبل. لو العكس عايزها من نيجاتيف 2 احنا اتفقنا خلاص ان انا بخاصيه السيمتريك انا اقدر اجيبها دايركت يعني كانها من 0 ل 2 برضو عادي زائد الهاف تبقى نفس البروبابيليتي اللي فوق. طيب لو عايز ان الزد تبقى اكبر من 2 دي هرسمها ازاي؟ انا هاجي عند 2 واقول انا عايزه كل اللي بعد 2 ده البروبابيليتي بتاعته كام اللي هو الحته الشيدد دي الزرقاء. انا اقدر اجيب من 0 ل 2 طيب بس انا مش عايزه المنطقه دي انا عايزه من 0 ل 2 اللي هي الاريا البيضاء دي انا مش عايزه الاريا دي انا عايزه الاريا الزرقاء. هعمل ايه؟ احنا متفقنا من السلايد اللي فاتت ان من 0 تو انفينيتي الاريا او البروبابيليتي بهاف فانا عارفه ان كل ده بهاف. طيب مش انا لو جبت الاريا دي وشلت منها وشلت هاف جبت شلت منها الهاف بتاعي يعني او قلت هاف ماينس الاريا دي مش هيتبقى الجزء الصغير ده. ليه؟ ان انا الجزء الصغير ده اللي هو اللي انا عايزاه زائد الجزء الابيض ده
اللي انا اقدر اجيبه من التيبل الاثنين بيدوني هاف اللي هي الاريا من 0 لانفينيتي. فهاف ماينس الاريا دي اللي انا اقدر اجيبها دايركت من التيبل هيديني الجزء الشيدد اللي انا عايزاه. طيب لو عايز من نيجاتيف مثلا value to negative 1 يعني ال 2 اعمل ايه؟ هروح ارسمها، ادي النيجاتيف 1 عندي هنا وادي ال 2 عندي هنا. دي سيمبل جدا، انا اقدر اجيب 0 لل 2 من التيبل. طب ومن ال 0 لل negative 1 دي هي من 0 ل 1، احنا اتفقنا في ال property of symmetric. دي اغلب الاشكال او ال values اللي احنا بنتعرض ليها في ال normal distribution. ابقى فاهمه انا برسمها ازاي، ان مينلي انا بعتمد على رسمتي اللي انا برسمها وبحدد الاريا فين عشان ابتدي اشوف انا هزود نص هطرح نص، هجمع تو ارياز على بعض هطرح تو ارياز من بعض. فببقى مركزه كويس جدا انا برسم ازاي. تمام. نيجي بقى الحل الشيت. احنا في شيت 4 هنبتدي بالquestions الاول، بعد كده نبقى نرجع للMCQ. طيب question 1 عندي، احنا في ال answer the following question اللي هو third question. هنبدأ في number 1 بيقولي suppose that the student score is a high in a high school is normally distributed with a mean of 24.3 and standard deviation of 4.2. assume that the student a student who took the test was randomly selected. انا عندي السكورز بتاع طالب معين نورمال ديستريبيوشن، عندها نورمال ديستريبيوشن والمين بتاعها الميو 2.24.3 والستاندرد ديفيشن ب 4.2. تمام. اول حاجه عايزها ايه؟ find the probability that student score is less than 20. اول حاجه ببتدي بيها اعمل ايه؟ انا محتاجه اشوف الراندوم فاريبل بتاعي اللي هو الاكس هو مين. ايه الاكس او الفاريبل اللي انا اوف انترست؟ الفاريبل اوف انترست اللي هو الستودنت سكور. فاي كان سي ذات ان الاكس هي الستودنت سكور ان هاي سكول. طيب هو قال لي الديستريبيوشن بتاعها ايه؟ نورمال باينوميال بواسون ايا كان، هو قال لي ان هو نورمال نورمال، ودي البارامترز بتاعته اللي هو الميو والسيجما سكوير. تمام. طيب اول سؤال عايز ايه؟ عايز probability ان ال student score is less than 20. ايه ال student score؟ دي الاكس، فانا عايزه probability ان الاكس to be less than 20. نبدا بقى نمشي الستبس اللي احنا اتفقنا عليها. اول حاجه بعمل ايه؟ ببتدي احول من الاكس للزد. فهعمل ايه؟ هقول x minus mu على sigma، ف x minus mu على sigma دي هتبقى تتحول z، وال value دي هقول 20 minus 24.3 over السيجما اللي هي 4.2، هتبقى بالشكل ده. تاني خطوة بعمل ايه؟ بروح ارسمها. انا عندي negative 1.02 في negative area، عايزة كل الاريا اللي اقل منها. اقل منها يعني ايه؟ يعني اللي قبليها، يعني الشيدد اريا دي. طيب احنا قلنا with the property of symmetry انا اقدر اعمل ايه؟ ان انا احولها موجب هي كأنها زد اكبر من 1.02، او بمعنى تاني رياضيا انا الانيكواليتي دي لو ضربت البوث سايدز ان نيجاتيف في نيجاتيف 1 هيحصل ايه؟ هتبقى زد
اكبر من ان انا هبتدي احول، هعكس الاشاره دي وهغير اشاره ال 1.2 فتبقى زد اكبر من 1.02. اروح رسمه دي، لو انا مش عارفه ارسم بخاصيه السيمتريك ارسم دي اكبر من 1.02. يعني ايه؟ يعني كل اللي بعدها ده، كل اللي بعدها ده اكبر منها، اللي هو الشيدد اريا. طيب احنا اتفقنا قبل كده عشان اجيب الاريا دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن هاف كل المنطقه دي، كل المنطقه من زيرو لانفينيتي دي، لو جيت شلت منها الاريا البيضه دي اللي انا اقدر اجيبها من التيبل هيديني الاريا الصغنطوطه اللي انا محتاجاها. ف هاف ماينس probability ان هي من زيرو ل 1.02 اللي هي الاريا دي هيديني ال probability اللي هي 0.15. طيب انا ال probability دي انا جبتها ازاي؟ زي ما قلنا 1.02 هفتح التيبل، انا اقدر من هنا اجيب 1.0 وهنا ال 2، يعني هاجي عند 1.0 plus 1. plus 0.2 ال 2 values دي، دي زائد دي هيديني مجموعهم اللي هو ال 1.02، فهاجي عند ال intersection بينهم اللي هو ده اللي هو 0.3461. مظبوط تمام. تاني حاجة، تاني سؤال هو